اليوم في عنا مبادرة اللي هي بازار خيري. طبعا فكرة البازار كانت انه نشغل الناس الموجودين بجوا تركيا بالإضافة لجمع تبرعات لإدلب. طبعا الفكرة اجت من عدة شركات من عدة منظمات، شاركوا معنا كتير أشخاص، في أطفال كتير طبعا جوات النادي شاركت معنا، بالإضافة لزوجات المعتقلات، زوجات الشهداء، الأرامل، كان لهم مشاركات كتير حلوة. يوجد بعض الأشخاص هنا يقومون بشراء بعض الأشياء التي قامت بعض الأخوات بالعمل عليها من أجل تقديم هذه المساعدات المالية أو أي شيء لإخواننا المهجرين في ريف إدلب لتغطية حاجاتهم من مأكل، من مشرب، من أي شيء آخر يلزمهم في نزوحهم. لذلك نحن كفريق يعني حاولنا أو ارتئينا أنه نشارك بهذا المعرض ونساهم ولو بشيء بسيط تجاه إخواننا وأهلنا بالأخير بيتموا. يمكن ما يكون المساهمة الكبيرة، ولكن يعني كل واحد على حسب مقدرته. في سبيل من تهجروا من بيوتهم وافترشوا الأرض والتحفوا السماء، جاءت فكرة إنشاء هذا المعرض لبيع الأشغال اليدوية في مدينة الريحانية وإرسال ريعها للنازحين والمهجرين في الداخل السوري، فرصة لتقديم ما استطاعوا ولو كان قليلا. إبراهيم إسماعيل، أورينت نيوز، مدينة الريحانية، تركيا.